متواصلين مشاهدينا الكرام في كل مكان، حيث ينطلق شوطنا العشرين في انطلاقات هذا الصباح، في انطلاقات هذه المنافسة الشيقة العملاق. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في شوطنا العشرين، حيث نسير مع انطلاقات مميزة وانطلاقات عملاقة، والشوط خاص بالقعدان ضمن أشواط الانتاج والمنتجين في هذه اللحظات. نسير إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. المركز الأول يتقدم لهب سليمان بن راشد بن سليمان البغداني، يحتل المركز الأول ويسيطر على ناموس المركز الثاني ميدان لمطر، أو هنا في المركز الثاني الواعي أحمد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الثالث نسناس حمود بن علي بن عيسى الكتبي يتقدم نحو المركز الثالث، بينما المركز الرابع جيزوم لأحمد بن عبيد بن محمد المنصوري. خامس المراكز ها هو ضاري خالد بن لاحج بن مرزوق الحلامي يحتل المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر أو من وسط الميدان يأتي في المركز السادس في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، يأتي شعار مكتوم بن الشيب السبوسي يتقدم نحو المركز السادس. المركز السابع وصل الآن سكر نايع بن راشد الشاوي الاغفلي. في المركز الثامن تاسع المراكز حمد بن هلال او حمد بن بطي الاغفلي في المركز التاسع، والمركز العاشر هذا اللي وصل ملازم للشدي بن حماد بن سالم الاكتبي. ها هي النتيجه للمراكز المتقدمه، شوط في مجموعه يحمل قوه يحمل اثاره يحمل تحدي، ما شاء الله تبارك الله. اعود الى مقدمه الشوط، لهب 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 مسيطر لسليمان بن راشد بن سليمان، هنا يتقدم ليحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة ما شاء الله، بينما المركز الثاني يلا يا أهل السلطنة يلا يا أهل السلطنة، بينما شاهين في المركز الثاني محسن بن علي الوهيبي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث عبد الله بن محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع الله يلي وصل معزم عزم لمايد بن مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، يا سلام يتقدم في هذه اللحظات معزم، ينتقل يعزم على الناموس ينتزع الصدارة. المركز الرابع هنوك أحمد بن عبيد بن محمد المنصوري. المركز الخامس هذا اللي وصل الآن العصوف لحمد بن سهيل بن سالم الخيالي، ولكن المركز السادس المهندس تعود ملكيته لعبد الله بن محمد بن سلطان بن مرخان. ولكن أعود إلى البداية، أعود عندك يا راعي السلطنة. ها هو مشاهدين الكرام يتقدم لهب 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 لسليمان بن راشد بن سليمان الغداني يحتل المركز الأول. مقدمة الشوط لهب، بينما معزم يحتل المركز الثاني مايد بن مبارك بن مايد الخيالي، يا سلام يوك 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 لهب ومعزم معزم ولهب. النقطة الخامسة يبغي يضيف بن مايد الخيالي، ولكن لهب لا زال مسيطر، لهب لهب متفوق حتى اللحظة اللحظات الأخيرة. الاثنين من سلالة لهب، ولكن معزم يعزم على الناموس، معزم يعزم على المركز الأول، يعزم على النقطة الخامسة. النقطة الخامسة سلام للرماح، سلام على الفوز والانتصار. هذا هو لهب ينتزع المركز الأول، ومن سلالة لهب ثاني والناموس المبارك اللي مايد بن مبارك بن احمد بن مايد الخيالي على الفوز والانتصار. لهب في المركز الثاني لسليمان بن راشد بن سليمان. المركز الثالث وصل شاهين لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي. المركز الرابع يصل مرجان راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. والمركز الخامس ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء، عموما على كل حال نتابع، نعود الى التوقيت الزمني والثانيه الخامسه في انطلاقات سباقي صباح هذا اليوم، حيث عزم معزم
على الناموس وانتزع المركز الاول باربع دقائق 39 ثانية، سبعة اجزاء من الثانية. ثانينا والناموس لمايد بن مبارك بن احمد بن مايد الخيالي على فوز معزم بالمركز الاول ليضيف فايف ستار في هذه الانطلاقات الصباحية. اربع دقائق 41 ثانية، اربع اجزاء من الثانية كان لهب لمالكا سليمان بن راشد بن سليمان الاغداني. ثانينا على الفوز والانتصار وسلام ايضا لاهالي السلطنة. بينما المركز الثالث هنا في هذه الانطلاقات ها هو اربع دقائق 44 ثانية على سبع اجزاء من الثانية. ثانينا والناموس لمالك شاهين محسن بن علي بن محمد الوهيبي، ثانينا على الفوز والانتصار. لازلنا نذكر الجميع بانطلاقة المساء في هذه الفترة المسائية في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهري هذا اليوم. هجني أصحاب السمو الشيوخ.